أنا أعلم بصفتي كرئيس اللجنة المالية مدى العمل المستمر اللي قام فيه الأخ خالد الروضان وحرصه الدؤوب. أنا سميته فعلاً الوزير شعلة من النشاط، وهذه مو بنفسي أتكلم، أتكلم حتى وإخواني وإختي الأخت صفاء وإخواني أعضاء اللجنة يمكن يشهدون في مدى حرصه بحضوره إلى اللجنة المالية، في مدى حرصه على مناقشة القوانين اللي أقرت واللي سوف تقر. يعني أنا أول مرة أشوف واحد يحرص يدق تليفونات على الأخوة الزملاء ويقنعهم ويقول لهم عن قانون وهو بصدد أن نناقش في إن كان لجنة أو إقراره في مجلس الأمة. وكثير من القوانين اللي تم إقرارها في عهد الأخ خالد، هم يمكن من 4 إلى 5 قوانين تم إقرارها، والآن في عندنا مجموعة وحزمة من القوانين. أنا أعلم أن في هناك اقتراحات بقوانين قدمت من أخوة زملاء، لأن في عمل دورة مستندية طويلة عريضة في الحكومة لإرسالها كمشروع قانون، قدمت اقتراحات بقوانين من هذا الأمر من قبل، أو أيضاً بالتنسيق مع الأخ وزير التجارة والإخوة مقدمي هذه الاقتراحات بقوانين. لما نتكلم عن هذا الدور، أنا أتكلم عن مرحلة منها ما يتعلق في موضوع السجل التجاري اللي نعتقد من الستينات هذا الموضوع ما أقر، ورقي قديم يتكلم عن مراسلات يا الأخ خالد وعمل تطبيقات إلكترونية فيه وانت قاعد تقدر تاخذ كل التواصيل. هذا دور يشكر عليه، دور يشكر عليه. لما يكون ايضا الدور اللي قام فيه في موضوع الشركات الاستثمار، لما نتكلم عن موضوع ايضا المعلومات وتبادل المعلومات وهذا جانب جدا مهم كنا نعاني منه، لما اتكلم عن متطلبات دوليه مطلوب دوله الكويت أن تتماشى مع هذه المتطلبات، والأخ خالد يكون حريص كل الحرص على أن يقرها. هو مو راح يدش بجيبه شيء، وهو يمشي حسب نهج حضرة صاحب السمو في أن يجعل الكويت مركز تجاري واقتصادي. هو يمشي حسب نهج خطة 2035، وبالتالي أنا عيب علي مع احترامي الشديد للإخوة المستجوبين أن أرى هذا الجهد وهذا الدور اللي يقوم فيه الأخ خالد وأقول بطرح فيك الثقة.